دلوقتي بقى معانا ان شاء الله فيرود مصر ونادي الزمالك. يبقى معانا فيرود مصر ونادي الزمالك ان شاء الله. افتكروا الاسم ده. حبيبي يا كابتن سعيد، عرف نفسك يا حسام بالمشاهد. افتكروا الاسم ده، ويا ريت حد يحفظ الاسم، يعني يحفظ الفيديو ده عنده، علشان ان شاء الله باذن الله في خلال يعني سنتين بالكتير ان شاء الله هيكون حسام اشرف في وداد الزمالك ومنتخب مصر باذن الله ان شاء الله. حبيبي يا كابتن سعيد، ربنا يخليك ليا والله يا كابتن. حسام انت انضميت نادي، انت حسام مواليد 2001. سعيد لطفي اللي جاي ده. اه طبعا هو اللي جايبني. مين اللي جابك النادي الزمالك؟ كابتن سعيد لطفي. ده شرف ليا ان انا اجيب فيرود بحجم حسام اشرف ان شاء الله. وكابتن نصر ابراهيم بيقول له قول كابتن سعيد لطفي اللي جايبك. بشكرك كابتن نصر، ده يعني انا ليا الشرف لان حسام اشرف ولد محترم ومهذب وما شاء الله هداف الدوري الجمهوريه مواليد 2001. حبيبي يا كابتن، ودايما بناخده في منتخب الاسبوع ما بنجملوش. لكن ما شاء الله جاب كام جول لغايه دلوقتي؟ جاب 18. ما شاء الله جاب 18 جول في لغايه الدور الاول، يعني احنا الدور الثاني لسه بادئ بتهيألي. اه 18 جول في الدوري الجمهوريه. جبت حاجه في الاهلي؟ لا، احنا 2001 اللي خسرنا من الاهلي. اه 2-1 كسبنا 99 وكسبنا 97. حسام عرف نفسك انت منين ومن دمياط، ومنين من دمياط وجيت نادي الزمالك ازاي؟ انا جيت نادي الزمالك طبعا كنا مع 99 بنلعب ماتش 99 بتوع الزمالك. بعد كده كابتن سعيد لطفي طبعا وكابتن اشرف قاسم اختاروني. بعد كده ودوني مع 2000 مع كابتن طارق السيد. بعد كده بقى لي 3 سنين اهو مكمل ان شاء الله في نادي الزمالك. انت اصلا من دمياط نفسها يا حسام؟ اه من دمياط الجديده. من دمياط الجديده ومقيم هنا طبعا وبتسافر كل اسبوع والدك مستمر بيجي معاك دايما باستمرار. ربنا يبارك لك فيه. حبيبي يا كابتن يخليك. ده يا جماعه افتكروا ان شاء الله حسام اشرف مهاجم نادي الزمالك 2001 باذن الله في خلال سنتين هيكون مع الفريق الاول بالنسبه لك. بنك التوفيق يا حسام. الله حبيبي التوفيق. ده كان طبعا حسام اشرف، يعني بحاول نجيب لكم كده النجوم الصاعده. معانا كمان مورينيو.